أعتقد اليوم يجمعنا هذا المحتوى، اللقاء محتوى عنده أهمية كبيرة في ميدان الطيران. اليوم الخطوط الجوية الجزائرية بعد سنوات وسنوات من التجربة، كذلك الوكالة الوطنية للطيران فاعل في ميدان السلامة. هذا اليوم جاء ليثمن هذه التجربة، تحيين التجربة، تقييم التجربة حتى تكون بالموازاة وموازاة المستوى اللي تتطلب هذا العمل وهذا القيمة. نشوف روحنا ورانا واصلين. أعتقد من ناحية هذا الموضوع يطلب منا جرأة وتقييم وعمل على مستوى النصوص التشريعية، على مستوى الإجراءات الإدارية، على مستوى الهيئات الفاعلة في ميدان السلامة، وكذا على مستوى سياستنا الخاصة بالموارد البشرية اللي راح تأخذ على عاتقها هذا القيمة اللي هي السلامة، اللي لازم تسد في عمل مؤسساتنا وفي عمل هيئاتنا المنوطة بتحقيق وتثبيت ومراجعة وكذلك تسيير هذا القيمة اللي هي قيمة السلام. بالتالي هذا الملتقى بالنسبة إلينا عنده أهمية كبرى حتى نتمكن من مسايرة الإجراءات وأسلوب تسيير العالمي فيما يخص هذا النوع وهذه القيمة. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.